السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ بخير، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم على قناه محترف سايكل. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الخريجه تنديروها ديما، يعني كما لي تراديسيون كما كيكونوا عندنا هنا في مراكش، ديما كنديروا نهار ثاني عيد واحد الخرجه جماعيه، يعني فيها واحد صله رحم بين الدراجين كاملين، يعني كنجتمعوا يعني كبير وصغير، كنديروا واحد الكوكب اللهم بارك، وكنمشيو تقريبا واحد المسافه ديال 80 كيلومتر الي روتور، يعني ذهابا وايابا. ومن بعد يعني كل واحد يعني كنتبادلوا التهاني ديال العيد، وكنتقاسموا هذه الفرحه هذه، وخليكم مع هذه الزيماج ان شاء الله، غادي نتمنى الله غادي يعجبكم. Thank you.
كانت خرجة قوية بزاف 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 يعني لا موينه كانت 35 فاصله شي حاجه دابا معاك نجي دابا في لا ريكوبيراسيون يعني غوتو كالم وتنقصت كما كتشوف غنوري لكم دابا شوف الله مبارك هنايا لا فيتاس موين 34.3 حتى مازال نقصت راه كانت 35 وشي حاجه دونك ولا الكيلومتراج اللي هو 82 قلت 83 غادي نسالي تقريبا بواحد 84 فوالا هادشي ما كان وطلعنا تقريبا واحد 750 ديال يعني الدينيفلي بوزيتيف ودرجة الحرارة 28 كما كتشوفوا ايوا نتمنى من الله تكونوا يعني استمتعتوا معنا يعني وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد وتقبل الله منا ومنكم الصيام وعيد مبارك سعيد للجميع وان شاء الله لنا ان شاء الله لقاء اخر ان شاء الله بحول الله يعني في حلقات ان شاء الله الجايين وغادي نتقاسموا معكم يعني فلوغات وفيديوهات مفيده السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته